وصل أصحاب الأصول العربية في أمريكا اللاتينية إلى مناصب رفيعة، ففي البرازيل كان ميشيل تامر وهو من أصول لبنانية رئيسا، إضافة إلى أسماء عديدة أخرى برزت في مختلف المجالات. وكيف وصل العرب إلى هناك وما هو واقعهم اليوم في تقرير موفدنا حازم كلاس. دعوة إمبراطورية وجهت للعرب من هنا قبل نحو 150 عاما. أعلن بيدرو الأول البرازيل إمبراطورية مستقلة، وترك لابنه الإمبراطور دوم بيدرو الثاني مهمة دعوة الجميع إلى العالم الجديد. وبالفعل عبر ثاني أباطرة البرازيل أواسط سبعينيات القرن التاسع عشر بالدعوة المحيط الأطلسي وصولا لمصر وسوريا ولبنان وفلسطين. الدعوة الإمبراطورية لاقت المزيد من الصدى مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. مضت السنون وبات بين 5 إلى 10% من سكان البرازيل من أصول عربية. هيكي ينتمي إلى الجيل الثالث من المهاجرين العرب، يجلس اليوم بين صور أوائل المهاجرين ممن حملوا أحلامهم من كل حدب وصوب إلى البرازيل. يتولى هيكي إدارة متحف الهجرة في ساو باولو في مصادفة ليست غريبة على البرازيل التي وصل فيها ذو الأصول العربية إلى منصب الرئاسة. ولدت هنا وأنا أعرف أن عائلتي مزيج من أسرتين لبنانية وبرتغالية، وهذا المزيج الثقافي مشهود في العائلة على الأقل بالمأكولات والأطعمة. لا يتحدث هيكي العربية ولم يزر حتى الشرق الأوسط. إدارته لمتحف الهجرة دفعتني لسؤاله عما يساور كثيرين من قلق حيال تغيرات قد تطرأ على سياسات البرازيل فيما يتعلق بالمهاجرين. الهجرة أمر حقيقي وواقع، وهي جزء من العولمة القائمة في عالم اليوم. نحن كبرازيليون نعيش في مدينة ساو باولو مثلا، علينا أن ندرك أنها مدينة عالمية بنيت من خلال الهجرة، ونحن من نسل المهاجرين. في مدينة موجي في ولاية ساو باولو أتوجه للقاء الدكتور عبد القادر. هكذا كان المشهد لحظة وصولنا. هو أكثر من عناق بين طبيب وطفلة ولدت على يديه. ماريا كلارا تنتظر أخا ستكون خطوات قدومه إلى الحياة على يدي الدكتور عبد القادر أيضا. البرازيل هوني عالبون كبير كتير، بحيالة واحد بيجي بيشتغل وبيتعلم وبيعيش هاني، ما حدا بيقول لك شيء. بس العرب أنا بقولك إلاش، أنا دمي عرب. العرب بس بده الشاي بيروح وراه، العرب بس بده يشتغل بيشتغل. باي إجا هاني ما كان يعرف فكرة، ما كان يعرف اللغة، اشتغل ببيع بالشارع، ببيع غراد، ببيع أواعة بالشارع. يفتخر الدكتور عبد القادر ببرازيليته كما بعروبته، يقول إن التسامح هو أبرز ما يميز البرازيل، ويرى في هذا فرصة لتقديم الثقافة العربية بأفضل شكل ممكن للعالم، ويأمل بمزيد من التعاون بين أبناء الجالية العربية. كثيرة هي النجاحات التي حققها البرازيليون العرب هنا، نجاحات يرجعونها إلى همتهم ونشاطهم وانفتاح البرازيل على الثقافات المختلفة. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ساو باولو.